ربع العالم بعد ما، لا انا ما بحبش كلمه خساره، لم يفز امام فلامينجو. يعني نقدر دايما نستخدم مصطلحات اكثر لطفا اكثر ليونه، ما يجراش حاجه. احنا عارفين ان فلامينجو البرازيلي فاز النهارده بنتيجه 4 أهداف مقابل هدفين. لحد الدقيقه 77 الاول، بص انا كنت قاعد عمال بقى بتابع اللقاء ده، احنا الاول كنا فايزين، وانا بقول لك احنا لان انا بشوف ان احنا ساعتها الاهلي بيمثل الكره المصريه يعني، فكان 2-1. وبعدين المعلقين قالوا لو جبنا كمان هدف نبقى احنا كده في السيف سايد. بعد شوية حصل ايه؟ تعادل. لحد الدقيقة 77 احنا متعادلين، وبعدين هوب فلامينجو ما تفهمش شد حيله فجأة وهدفين متواليين دب دب ورا بعض. طبعا ده يؤثر ايام تأثير على الاهلي خلال المباراة، خصوصا انه احنا حصل استبعاد للاعب الاهلي خالد عبد الفتاح في الدقيقه 69، وجات بقى ركله جزاء واللي ضاعت من علي معلول. تخيل بقى لو كان علي معلول دخل ركله الجزاء دي وما كانش حصل عندنا استبعاد، كان الوضع يختلف ولا ايه؟ خلونا ناخد يعني في هذا الموضوع برضو رأي الناس اللي فاهمة جدا قوي خالص، ناقدنا الرياضي البارز أحمد عبد الباسط يحدثنا من المغرب. أهلا أهلا يا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ وحشني جدا. يا أستاذ أحمد أخبارك إيه؟ كله زي الفل الحمد لله. كله أنا من زي قلبي الفل. والله كنت بشجع الأهلي النهاردة، بس أدي الله وأدي حكمته. لا طبعا يعني كلنا بنشجع الأهلي النهاردة، وبس أدي الله وأدي حكمته. ولكن لو اتكلمنا على ماتش الاهلي زي ما سمعت حضرتك، انا من وجهه نظري لو لقينا عنوان مناسب على الاقل لو عنوان صحفي لهذه المباراه، فانا شايف انه الاهلي هزم نفسه النهارده. يعني الاهلي كان قريب ليه؟ لانه بنشوف انه الاهلي بيضيع ضربه جزاء، ما فيش مشكله، وارد جدا في الكوره، هجمه تخلص المباراه مع محمد شريف، بتترد بهدف وبتترد بطرد وبتترد بهدف تاني. فاعتقد انه الحاجات الاخطاء الفرديه دي هي السبب في هذه الخساره. يعني من وجهه نظري التشكيل برضو اللي كولر لعب بيه، ولكن في النهايه كولر كان عنده معطيات في دماغه ان هو مش عايز يلعب بالتشكيل كله، عنده ارتباطات في دوري ابطال افريقيا، عنده ارتباطات في الدوري، عنده لعيبه مرهقه ولعيبه مصابه، فهو كان عنده الدوافع دي. ولكن في النهايه البرونزيه كانت قريبه جدا من النادي الاهلي للمره الرابعه، اللعيبه شويه تخاذل، شويه اخطاء فرديه ما كانش ينفع ان هي تحصل في المباريات اللي زي دي، لان تكرار المباريات دي يا استاذ يوسف ما بقاش كتير. يعني تكرار المباريات دي مع حاله الطرد بتاثر طبعا على الفريق، ولكن في النهايه خلاص الاهلي رابع العالم، قدم مباريات قويه، ولكن بتظل برضو حته، انا ما بدورش على مبررات على قد ما اقول انه حته العداله في التوزيعه بتاعه المباريات. الاهلي بيلعب 4 مباريات في هذه البطوله، ريال مدريد بتلاقيه بيلعب 2 عشان بطل اوروبا وبطل افريقيا، ولكن دايما كره القدم بتعتمد على العداله. ولكن حتى في التوزيعه بتاعت اختيارات الفرق، تلاقي مثلا كاس العالم اقل قاره مثلا بتاخد من قاره افريقيا، تلاقي اوروبا بياخدوا عدد كبير جدا. فالحاجات دي كلها مؤثرات بتؤثر على علينا كمستوى يعني، ولكن خلاص اللي حصل حصل. يعني اللياقة البدنية والقدرة البدنية بتاعت اللعيبة المصريين واللعيبة العرب بشكل عام في تقدم ملحوظ جدا. أنا يفضل لي زي ما أنت قلت كده، ما هو برا المستطيل. يا ميسر الحال، راجع من المغرب إمتى؟ بكرة إن شاء الله. وخليني برضه أطمن الناس إنه النادي الأهلي هيتدرب هنا بكرة بإذن الله، لأنه عندهم تدريب مهم، هيرجعوا يوم الاثنين في القاهرة، عندهم راحة، هم هيوصلوا بكرة ويوم الاثنين راحة، هيبداوا يستعدوا، عندهم مباراه الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا يوم 18 في السودان، فعشان كده الراجل كان مريح لعيبته ويرجع يبقى عنده مباراه اسوان يوم 21 وصن داونز يوم 25. وده اللي كولر قال، انا كان لازم اريح لعيبتي، انا ممكن يعني اكسب 500,000 دولار في المركز الرابع، مش بقول انه ضحى بالمركز الثالث، بس هو شايف انه ممكن اضحي بلعيبتي وادخل بطوله دوري الابطال اللي الاهلي بينافس عليها دايما، فادخل اخد لي ماتش خساره في الاول او اخسر لعيبه، فهيبقى العقاب شديد. فعشان كده دي كانت الاستراتيجيه بتاعته يعني. طيب يا ميسر الحال، ترجعوا بالف سلامه، كل الشكر ليك. ناقدنا الرياضي البارز الاستاذ احمد عبد الباسط كان معانا على التليفون.